ولات زليخه طالبوا مدير السجن. سيدي تبي مولات زليخه طالبوا مدير السجن. مدير السجن مريض، انا الكلب الكل الحين. مولات زليخه ايش تبي؟ اوامرها اطلق سراح كل المساجين. كلهم كلهم. مولانا قائد الشرطه الله يطول لنا بعمره ما يبي يترك المدينه واكو سجين واحد هني. ايه في الخير عشان الناس يذكرونا بالخير. انزين متى تنفذ اوامر مولات زليخه؟ الحين. أحسنت يا وليد أحسنت. إلا قول لي منو أنت؟ مو وقت الحين، المهم وين باقي المساجين؟ تفرقوا. سمعوني يا جماعة، سمعوني يا جماعة، سمعوا ما في وقت. الموضوع جدا خطير ولازم نسمع الكلام اللي بيجيكم الحين. سمعوا. الحمد لله اللي نجاكم الله من السجن. سمعوا، أنتوا علشان ما تردون مرة ثانية للسجن لازم تفرقون، علشان كامل الأوصاف لا يحس بهروبكم من السجن. والله احنا ما نحشنا كامل الاوصاف، هو اللي طلعنا اطلق سراحنا. لا لا، كامل الاوصاف ما يدري عن شيء، احنا اللي ضحكنا عليه وطلعناكم. سمعوني لازم تفرقون زين. يلا 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 ناس تروح مني، ناس تروح مني. يلا يلا نحاشوا يلا ونخشوا. تعال انتي هني. الله يهنيكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. ايه الظاهر ان واسطتكم انفعت، كامل الاوصاف اقتنع بكلامكم علشان كذي اطلق سراحي من السجن. طبعا كامل الاوصاف ما يرد لنا طلب. ايه رحنا له انا واخوي انيس، قلنا له شوف يا كامل الاوصاف اذا ما طلعت ولد عمنا جاسر ترى بنزعل عليك وايد، ونستغل على الخدمه ونزعل. كلامنا كان مفعول السحر عليه، تاثر وايد. كان يبتسم ويقول كذي ها عفوينا عن جاسر. بس اللي انا سمعته ان كامل الاوصاف مشلول مريض ما يقدر يتكلم ولا يتحرك. انيس خميس يوزو من الكذب يوزو. كامل الاوصاف ما اطلق سراحي بروحي، اطلق سراح كل المساجين. اي عدل حنا توسطنا لهم. اي اي يا رب انا تعبان. اي بروح البيت. إيه. تروح البيت؟ إيه لا تروح لا تروح لا تروح لا تروح لا تروح البيت لا تروح البيت. ليش؟ ايه صاير؟ لا لا انت قول لي. لا قول لي لا لا انت 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 قول لي ايش فيكم؟ ايه ايه كامل الاوصاف صادر بيتك واموالك. ايه ايه وهلي؟ لا ما صادرهم. ايه اهلك اهلك خافوا من كامل الاوصاف كان يقبون عن الديره. وحنا بعدنا بنرحل. حين هين يا ناقص الاوصاف، انا وراك والزمن طويل يصير خير. هين تعال تعال بس. إيه شوف روح بيتنا ارتاح بالبيت هناك ها. واذا صار باكر الصبح عرفت شلون تلقى المفتاح مرتب على الباب، تعال باكر الصبح حق قائد الشرطه. ايه يا بطني يا يا بطني يا نار نار يا زليخة نار نار ببطني، ماني قادر اتحمل، ماني قادر اصبر كله من افكارك السودة يا بطني. بس بس قصر حسك لا يسمعوننا الخدم والحراس. شفيك ولا انت ناوي تفضحنا وتكشف المؤامرة اللي قربت تنجح وتظهر نتائجها باقرب فرصة اليوم قبل باكر؟ ايه ما اشوف نتائجها ظهرت. لا الشاه بندر رجع المدينة ولا هند ظهرت مثل ما توقعت. اصبر ولا تستعيل، كل شيء بوقته حلو وانا متأكدة ان خطتي هالمرة لازم تنجح. ايه وبنقبض على الشاه بندر وهند سوا. بس تمهل بسرعة. لحظة لحظة تخطر تخطر تخطر
بسرعة. لحظة لحظة. إيه؟ انشل انشل. ها؟ انشل. إيه انشل. ادخل. مساء الخير يا مولاتي. مساء الخير. شلونك الحين يا مولاي؟ عسى العلاج اللي أخذته جاب نتيجة؟ شو الأخبار؟ أخبار هند والشاه بندر؟ عسى يرجعوا للمدينة ولا لا؟ للحين ماكو خبر عنهم. أنا نفذت أوامرك وحطيت جنود وعسس بيقول لنا أخبارهم أول ما يوصلون المدينة. أحسنت. وهم نفذت أوامرك بالنسبة للمساجين. قواك الله. إيش فيهم مساجين؟ أطلق سراحهم. أطلق سراح المساجين؟ ولا واحد. من اللي قالك؟ من اللي قالك تطلق سراحهم؟ من عطاك الأوامر؟ كلهم حسب الأوامر. بغيت أين عليك يا حسام؟ كذي تسوي فيني وتعرض نفسك للخطر؟ ولدك بطل يمه، انت ايش حق تخافين علي؟ شلون ما اخاف عليك وانت واقف بيه كامل اوصاف وجنوده ليل نهار وانتصرنا عليهم يمه؟ انا حاس اني اسعد واحد بالدنيا. صدق اني كنت بخطر، لكني حاس اني قدمت شيء لاهلي ومدينتي. بارك الله فيك يا وليدي، بارك الله فيك يمه. هل قصر؟ مولاي تشافه قام يتحرك ويتكلم، العلاج جاب نتيجة. اسمع حاصر القصر، سدوا كل الأبواب، يبوا لي هند والصبي. حاضر اسمع انتشروا في المدينة وفي الجبال اللي حواليها، أبي المساجين كلهم يردوا للسجن، اقبض على كل واحد يتستر عليهم. حاضر يا مولاي. 1000 دينار ذهب للي يقبض لي على هند او يرشد عنها. واللي يقبض على ولد عمنا جاسر ايش تعطي؟ 100 دينار. تحرك سندر. هند القصر. عندي خطة جهنمية يا كامل. انا بخليك تقبض على الشاه بندر وهند وجماعتهم. مستانسة الحين؟ مستانسة؟ يم الأفكار السودة هذه أفكارك ونتائجها. حتى المساجين اللي عندنا خسرناهم. يا خسارتك يا كامل الأوصاف، يا فضيحتك ويا شماتة الأعداء فيك باكر، اللي يسوى واللي ما يسوى. ضعنا وضاعت هبتنا قدام الناس. بس يا كامل لقيتها، عندي خطة جهنمية تهبل. بعد عندك خطة ثانية؟ ايش ناوية تسوين؟ ايش ناوية بعد؟ سم وشربت، شلل وانشليت، فضيحة وانفضحت، خسارة وخسرت، ايش ناوية بعد يم الأفكار السوداء؟ ايش ناوية؟ لكن انت ما يفيد فيك الا الصوت يا رئيس الهرس، هات الصوت. اذا هلك ما ربوك يربيك كامل الاوصاف اللي يخوف ولا يخاف. قصر لسانك ابيك تلعب. عرفت شلون؟ احنا لازم نخذه، لا تقعد اللي اتفقنا عليه تقول له. انيس انت ليش دائما تشك بذكائي؟ انا اسف، احنا لازم نخدعه ونسلمه حق كامل الاوصاف. زين دير بالك المكافأة بالنص، لي 50 ولك 50. عميش شك فيني انت؟ لا ما شفيك. لا ايه لا تبي انتصار. شفيكم انت ساسرون؟
ماكو شيء؟ لا 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 ولد عمي جاسم ماكو شيء ماكو شيء ماكو شيء قطلة نكتة. آه ان شاء الله ارتحت. شلون ما تبيني ارتاح؟ ما تبيني ارتاح عقب ما خسرت كل شيء؟ بيت والمنصب والمال. لكن لا انا لا يمكن اسكت. لا يا 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 ولد عمي جاسر يعني ايش تبي تسوي؟ ها؟ انا لازم اروح حق كامل الاوصاف واطالبه بكل شيء. زين تسوي؟ كامل الاوصاف بروحه مطرش عليك. تعال ويانا ناخذك عنده. ها؟ ما يحتاج. انا اروح له بروحي. لا 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 مستحيل. عنا لازم نوصلك بيدنا ونطمن عليك. شلون؟ توصلوني بيدكم؟ لا 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 ويقصد انه نوصلك بيدنا يعني انيس ما يعرف يتكلم. خميس. انيس. انا جاسر وافهمها وهي طايره. شو السالفه علموني. ها؟ انت مطلوب القبض عليك. 100 دينار للي يسلمك الكامل الاوصاف. لا يا الاسفل رخيص عندكم لهالدرجه تبيعوني ب 100 دينار؟ تسوى اكثر يا ولد العم. هين اراويكم انتو كامل الاوصاف الايام بيننا. حقيقة يا سيد ادهم انك بطل شجاع. تبي الحقيقة؟ كامل الاوصاف صار مثل مينون، فقد اعصابه، مو عارف شو يسوي عقب المصيبة اللي طاحت على راسه. تبي الصدق؟ يا ان خطة هند خطة محكمة. صدق انها ذكية وشجاعة. لو كانت ذكية وشجاعة على قولتك، كان شركتنا معاها بخطتها. على الاقل نقدر نتخلص من كامل الاوصاف. فعلا بس مثل ما قلت لك يا سيد هالمعاملة يا سيد ادهم كذي تعاملون ضيوفكم؟ ياسر اهلا وسهلا هدو استريح. الحمد لله على السلامة يا جاسر. شلون قدرت تنحاش من السجن؟ انا ماني اتكلم عن السجن، انا اتكلم عن حقوقي اللي نهبها كامل الاوصاف، يا اتكلم عن مستقبلي اللي ضاع، يا يتكلم عن الانتقام. يا جاسر كلنا في الهوى سوا، كلنا مثلك. المهم خبرني، ما تدري عن زوجتي؟ لما الحين في السجن ولا انحاشت؟ كل المساجين طلعوا من السجن، واللي سمعت ان زوجتك هند اخذتها معاها، لكن وين الله اعلم. ياسمينة ما تاكلين مستحية؟ تحق استحية يا خالتي، انا افكر بهند وشجاعتها ونخوتها. الله يهداك يا ياسمين، لا تبالغين، انا ما سويت شيء. اللي سويتيه يا هند عجز عنا شباب وريايل المدينه كلهم، اللي ما حد فيهم قدر يوقف بويه الظالم. بيهم يوم يتحركون كل ليل وله نهايه. صحيح ان ليلنا طويل، لكن الامل موجود. كل ما زاد الظلم كل ما قربت نهايته. لو كل اهل مدينتنا تجمعوا وحطوا يدينهم بيدين بعض راح تنتهي المشاكل، وكامل الاوصاف بياخذ عصا ويرحل. احنا بلوتنا مو كامل الاوصاف، مو سبب ذكائه ولا قوته. اللي صار لنا بسبب اهل المدينه، بسبب ضعفنا وفرقتنا. كل اهل مدينتنا مثل ما انت شايفه كلهم نيام، واللي يقهر اكثر انهم صاروا يقابلون المشاكل والمصايب باعصاب بارده وابتسامه غبيه. شهاب بدي اوصل يمه. خليه يتفضل. لا لا انا بطلع عليه برا واسلم عليه. على راحتك، المكان مكانك. خليك هني يا حسن. ايه بس شهاب بندر مو بروحه. من معه؟ ما ادري بس شفتوا يا اثنين متلثمين خلاهم بعيد ويا. لو اني مهمه عندك صدق مثل ما تقول كان حاولت تطلعني من السجن، ما تخليني.
يا ياسمين الله يهدينا وياك، شلون اخليك؟ ومن اللي قال لك اني ما حاولت؟ انا حاولت وحاولت وكنت مستعد اضحي بعمري علشانك، ولكن هند سبقتني. مضطر اصدقك. على العموم انت وين قاعد الحين؟ عند صديقي ادهم. قالت لي هند بس ما صدقتها. شو اللي خلاك تلجأ حق اللص هذا؟ شو اللي خلاك تروح عنده؟ اسمعي يا ياسمينة، اللص هذا اللي مو عاجبك هو اللي بيساعدنا. المهم هند ويلها، ابيها ضروري. ايش حقه؟ بعدين تعرفين كل شيء. المهم ناديها. هند هند اسمع، ايان وياك تورطها، فاهم؟ اورطها؟ ياسمين الله يهدينا وياك، انت علامك. انا اورطها؟ هند هذه تورط وتخدع ديره بكبرها. اورطها تقول هند؟ اهلا يا شهبندر. اهلا اهلا بالفارس الملثم، اهلا ببطلتنا ويا فخر مدينتنا. بس هذا ما كان رايك بالاول. انت نسيت انك عاديتني وحاربتني وتبي الفكه مني؟ لو نسيت يا هند، ما انسى انك انقذت حياه زوجتي. انا ما انقذتها علشانك انت، انا انقذتها علشان هي واحده من اهل هالمدينه، ورديتها للجميل لانها في يوم من الايام وقفت معاي وساعدتني. وهم انا جاي اساعد، معايا اثنين ينطرون كلمه منك. اناديهم؟ الاول وعرفناه ادهم، والثاني جاسر، مساعد قائد الشرطه سابقا. جاسر؟ نعم جاسر. وافقه يا هند، ارجوك انك توافقين تقابلينهم. منتي خسرانه شيء، سمع منهم وبس. زين روح نادهم. كان زين عم سالم هني، اخذ حسن معاه وما حد يدري وين راحوا. سمعيني يا هند، دير بالك زين على نفسك، لا تنسين انك تتعاملين مع حراميه. لا تخافين يا ياسمينة، انا عرفتهم زين وعارفه نواياهم. خلاص خلاص يا زليخة، أنا بين بس تخف. أنا كل شيء قدامي أشوف هند، الخدم هند، الحشم هند، الجنود هند، حتى أنت تروالي ساعات إنك أنت هند وبس انطج. باي كامل كامل، لا 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 لا، أنت ينيت أكيد ينيت، لا أكيد تسويها بتزنطني. سويت قبط على هند؟ لا يا مولاي اختفت. ورصبي وجاسر ما لقينا لهم أثر. وهالمدة أنت شو تسوي ويا جنودك الأبطال؟ قبضتوا على تجار المدينة والوجهاء وقطعتهم في السجن؟ بعضهم مو كلهم، والباقي انحاشوا، لكني قبضت على اثنين من أعوان هند، سالم الضرير وحسن الجندي، وقطيتهم بالسجن. يا فرحتي فيك، أنا بهند هند. كان قدامك يا مولاي قاضبة مطرقة وإبرة هالطولها، مش حقة ما قبضت عليها. اسمع انت ما تصلح المهمة، قدم استقالتك وغادر الديرة حالا. مولاي مو بس انا اللي اغادر الديرة، وايد من جنودك مو عاجبهم اللي قاعد يصير وملوا. منهم؟ اذكر هذول الجنود منهم، اذكر اللي اسمهم. خلونا الحين من موضوع الموافقة والرفض، تقدرون تقولون شو اللي بيصير عقب ما ينشال كامل الاوصاف؟ بينتهي الظلم على المدينة وكل واحد ياخذ حقه. ومن اللي بيرفع الظلم؟ اقصد من بتحطون مكان كامل الاوصاف؟ الحقيقه بعد تفكير عميق، طبعا بعد تفكير عميق لقينا ان اكفأ واحد لهذه الوظيفه هو السيد جاسر. استا
تستبدلون ظالم ظالم؟ أنا عمري ما كنت ظالم يا هند. إحنا ما نسينا اللي سويته يا جاسم، ولا تحب نذكرك؟ غصبا علي، أنا كنت أنفذ أوامر كامل الأوصاف، لكن عمري ما وافقت عليها. أنا بريء من جرائمي. أنت نسيتي يا هند إني أنا عرضت حياتي للخطر وضحيت بمستقبلي علشان أطلعك من السجن؟ كنت أنطر الثمن، زواجك من فريدة. أنا شايف إن الحكي هذا كله ما له داعي. إذا كان كل اللي موجودين هني يجمعهم شيء واحد، وهو عداهم لكامل الأوصاف، إذا إيش حقه مختلفين وإحنا كلنا نبي الفكة منه؟ وأنا من رأيي وافقه يا هند، وافقه يحط إيدش بديننا، صدقيني هذا أحسن حل. وإذا مو عاجب الجاسر اختاري أي واحد يكون رئيس شرطة المدينة. أنتم غرباء، إحنا بنختار واحد من أهل المدينة، من أهلها. أنتم ما لكم مكان بيننا، ما حد يبيكم، مو أنتم سبب المشاكل. هند أرجوك تكلمي عن نفسك وبس. أكو ناس وايد في المدينة يبونهم يرحبون فيهم، وأنا واحد منهم. إحنا بحاجة للي يحمينا ويحافظ على سلامة المدينة وسلامة أهلها. حماية أهل المدينة وأهلها برحيلهم عنها، وإذا أنت لك مصالح وياهم تقدر ترحل معاهم. لا، الظاهر التفاهم معاهم صعب. يلا يا جماعة، يلا يلا. وين؟ تمشين وياي. يلا شتنطرين؟ روحي مع ريلك يا ياسمينة. يلا يا شاه بندر، ورانا شغل وايد. يلا يا ياسمينة. اسمع يا شاه بندر. نعم. انت زوجي ولك علي الطاعة، لكن الحين طريقنا مو واحد. انا اسفة ماني جاية. عجيب، اسمعيني زيد، انا كنت اقدر اخذك بالقوة، لكن مو وقت الحين. ماني فارغ لك، عندي شغل اهم. بعدين يصير خير. كل شيء جاهز يا شاه بندر، بس لنفترض لا سمح الله في شن، شو يكون اتفاقي معاك؟ بعطيك كل اللي اتفقنا عليه. منين راح تعطيني يا رحم الراحمين؟ اذا كان كامل الاوصاف مصادر كل اموالك، منين تعطيني؟ سيد ادهم اللي صادره شيء بسيط، امالي وياي ومكان امين. حلو. وانت يا جاسم؟ نعم يا سيد ادهم. أبساعدك أنا ورجالي، وبنعينك قائد الشرطة، قائد شرطة المدينة، بس ليكون تنسى وعودك لنا وتخدعنا مثل ما سواها فينا كامل الأوصاف. عيب يا أدهم، أنا وعدتك وعد، وعد شرف ولا يمكن أتراجع فيه. الثلث من أموال الجباية بالسنة لي. بس احنا اتفقنا الربع. الثلث يا جاسر، أنا أقدر أشيل كامل الأوصاف وعين نفسي مكانه وأخذ كل شيء، لكن لا، أنت تعرفني زين، أنا ما أحب المناصب وعوار الرأس. صار، كل طلباتك مجابة. وأنا يا جاسر وتجار ووجهاء المدينة، مو تصك علينا وتقاسمنا برزاقنا مثل ما سوى فينا كامل الأوصاف بالآخر. أنا وعدكم أني أوقف معاكم وساندكم وساعدكم، وما أتدخل بشغلكم مولي، بس بشرط انكم توقفون معاي وتساندوني. اتفقنا. ياسمينة، تقولين يقدرون يسوون شيء؟ بدن جاسر بيصير قائد الشرطة؟ ليش لا يا هند؟ سبق ان ادهم ساعد كامل الاوصاف نفسه وبنفس الطريقة. وبعدين لا تنسين ان جاسر لعوان وجماعة بين جنود كامل الاوصاف. مرجان. نعم. وينك من البارحة؟ وبعدين ايش فيك ضايق خلقكم كدر خاطرك؟ بصراحة يا هند، انا اللي عرفت ان كامل الاوصاف قبض على العم سالم وحسن. السيد أدهم.
يا كامل؟ وش حق الزعل هذا كله؟ ارحم نفسك يا كامل، انت بعدك قوي والمدينة كلها بيدك. الكل خدعني، الكل خدعني وتخلى عني، حتى جنودي واقرب الناس لي. هند، هند دمرتني يا ادهم. انزين واللي بيوصلك لها برسم الخدمة بعد آمر؟ هاي انا ايش حقي جايك؟ غير لما سمعت انك في حاله يرثى لها قلت لازم اوقف يمك واساعدك يا كامل. ادهم جميلك هذا لا يمكن انساه. ايش تبي؟ اطلب اللي تبي. تبي ذهب، مجوهرات، اراضي، بساتين؟ تبين اكتب لك نص المدينه؟ بس المهم وصلني، وصلني الهند. خلني اقرب بيدك.